السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو وكما عودتكم في الفيديوهات السابقة فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، بعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والتي انتهت بفوز نادي توتنهام، وذلك رغم أعزائي المشاهدين تفوق نادي مانشستر سيتي على نادي توتنهام في مباراة الإياب، محلل إنجليزي يصرح لماذا تعاقد بيب غوارديولا مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز. طبعا سأكشف لكم ماذا قال أعزائي المشاهدين، لذا لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك وتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا في مباراة مثيرة ومجنونة فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة من نادي توتنهام في إياب دوري أبطال أوروبا، وكان قد خسر في مباراة الذهاب أمام نادي توتنهام خارج ملعبه بهدف واحد، ليتأهل توتنهام إلى الدور النصف النهائي لمواجهة نادي أياكس. طبعا كانت هذه يعني بلغة الأرقام، هنا نادي توتنهام هو الذي تأهل إلى دور النصف النهائي، وذلك أعزائي المشاهدين لمواجهة النادي الشرس والذي أقصى يعني نادي اليوفي ألا وهو نادي أياكس. وطبعا أعزائي المشاهدين لم يشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في المباراة، حيث اكتفى بمشاهدة المباراة من أعلى كرسي الاحتياط. وبعد المباراة قال أحد المحللين من قناة سكاي سبورت البريطانية لماذا تعاقد غوارديولا مع رياض محرز؟ الصفقة الجديدة للفرق تظهر في مباريات حاسمة، مانشستر سيتي في الدور لم يكن بحاجة إلى صفقة جديدة، لكنه الآن بحاجة إلى دور الأبطال، وهو الأمر الذي يجعلهم يتعاقدون مع محرز، ولكننا لم نشاهده يلعب لحد اليوم. طبعا إذا مشاهدينا هذا يعني طبعا سيكون لهذا السؤال العديد من الأجوبة، وطبعا لكل جواب ومذهبه الخاص. طبعا الجواب الأول هو أن بيب غوارديولا أحضر رياض محرز لأنه لاعب متألق وكبير، وهذا مفروغ منه إذا مشاهدينا. وجواب الثاني أعزائي مشاهدينا أيضا أن رياض محرز أضرب وكان طموحه أكبر، أضرب عن اللاعب لمدة شهر أو شهرين مع نادي ليستر سيتي، والذي أتى منه تعاقدا بصفقة تاريخية لنادي مانشستر سيتي. وطبعا قال بيب غوارديولا أنني أحضرت هذا اللاعب ليكون يعني تحضيري للموسم المقبل، ألا وهو أعزائي مشاهدينا الموسم الذي سنشرف عليه بعد شهور قليلة. وطبعا اعزائي المشاهدين الجواب الثالث والاخير هو ان بيب غوارديولا احضر هذا اللاعب الى صفوف مانشستر سيتي لكي لا يكون عائقا في الدوريات المقبله وفي المواسم المقبله، مثل ما شهدنا اللاعب سون الذي يلعب مع توتنهام الذي عرقل جميع تخطيطات بيب غوارديولا. ومن المحتمل اعزائي المشاهدين ان يحضر في الصفقه القادمه سون الى نادي مانشستر سيتي، لان بيب غوارديولا متعود على خطف واصطياد لاعبين المتألقين والذين يسجلون على مرماه بكثرة، مثل أعزائي المشاهدين رياض محرز سجل العديد من الكرات ضد نادي مانشستر سيتي. وأيضا من المحتمل أعزائي المشاهدين سونغ سيأتي أيضا إلى نادي مانشستر سيتي، وهذا أعزائي المشاهدين بدعوة من بيب غوارديولا، وذلك أيضا ستكون بصفقة تاريخية. وأعزائي المشاهدين يعني لكل كما قلت لكم وكل واحد وهو حر في رأيه، وطبعا لكل واحد ويمكن أن يقترح جواب. طبعا مجال التعليقات مفتوح للجميع، وطبعا للفئات التي تقول أن رياض محرز مستواه تدنى، طبعا هذا عكس ما يقوله الجميع. مستوى رياض محرز ليس متدني أو شيء من هذا القبيل، بل متذبذب، وهذا أعزائي المشاهدين راجع عن عدد المباريات التي لا يلعبها بانتظام، وهذا ما يعلمه أعزائي المشاهدين الجميع. أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا لايك تشجيع على نشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.